بمزيد انضم الينا من باريس عضو لجنه الشؤون الخارجيه للمجلس الوطني الايراني الاستاذ موسى فشار. اهلا بكم استاذ موسى الى استوديو الرافدين. يعني الرئيس الامريكي قال ان ما سيحصل ان رفضت ايران التفاوض، هل هو برايك تلويح علني استخدام القوى؟ في الحقيقه اولا احييكم واحيي مشاهدي قناه الرافدين. حياك الله. يعني في الوقت الحاضر النظام الإيراني في تخبط شديد، تخبط سبقته صدمة، لأن النظام الإيراني كان قد كيف منذ 2015، كان قد كيف نفسه ونظامه ككل على التنازلات المجانية الغير المبررة التي حصل النظام عليها عهد أوباما في الإدارة الأمريكية التي كانت تتبنى الاتفاق النووي مع مجموعة 5+1. الآن لم يكن في حسبان النظام الإيراني أبدا بأنه سيأتي يوم النظام سيفقد كل هذه الامتيازات والتنازلات، بل فإنه يواجه احتمال كبير لعقوبات جديدة. لذلك هذه الحالة أحدثت حالة التخبط شديدة داخل النظام الإيراني، فأنتم تشاهدون مثلا تصريحات رئيس النظام روحاني مباشرة بعد الإعلام الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق النووي، يقول نحن نعول على شركائنا الأوروبيين لكي نصل إلى تفاهم ولن ننسحب من الاتفاق طالما هناك شراكة أوروبية. والثاني يوم وهو اليوم مرشد النظام وهو علي خامنئي يأتي ويقول أنا لا أثق بأطراف الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي. هذه الحالة عبارة عن حالة تخبط شديد في رأس هرم السلطة في إيران. الخزانة الأمريكية أستاذ موسى، الخزانة الأمريكية أعلنت عن إجراءات فورية بفرض عقوبات على إيران، ما طبيعة هذه العقوبات وكيف ستكون انعكاساتها على إيران؟ ما أعلنت الخزانة الأمريكية هو ما جاء أيضا في حديث الرئيس الأمريكي في خلال كلمته الخاصة بانسحاب من هذا الاتفاق النووي. هذه عبارة عن تلك العقوبات التي كانت تشمل التعامل المصرفي وحتى مبيعات النفط من إيران وكل العقوبات التي كانت سارية المفعول حتى 2015، وإنها ابتداء يعني خاصة فيما يتعلق بقوات الحرس وأي تعامل مع البنك المركزي الايراني، طبعا نظام الايراني. لذلك حتى قبل هذه العقوبات كان النظام الايراني حاله من العصيان الشديد والنغمه الاجتماعيه المستحفله داخل ايران بسبب الحاله المعيشيه. وكيف اذا يعني بدات هذه العقوبات ان يعني تطبق على النظام الايراني، فسيكون هناك حاله من الازمه المستعصيه امام النظام الايراني. ماذا عن ردود الفعل الاوروبيه والروسيه خاصه وبان طهران تطالب بضمانات، هل تتوقع مراجعه للاتفاق ام ان ما قاله ترامب وما قام به ترامب هو امر قد قضي ولا عوده عن الخروج من الاتفاق النووي مع ايران؟ في الحقيقه الان النظام الايراني وكذلك من يريد أن يقف إلى جانب النظام الإيراني أمام يعني خيارين أحلاهما المر. لماذا؟ لأنه العقوبات التي سوف تطبقها الخزانة الأمريكية وأعلنتها فعلا أنها سوف لن تشمل النظام الإيراني فحسب، بل كل الأطراف والشركات أوروبية أو غير أوروبية التي تتعامل مع النظام الإيراني سوف تشملها هذه العقوبات. نقطة ثانية، موضوع اتفاق جديد، ماذا يريدون أن يضيفوا إلى الاتفاق النووي؟
أوروبي حتى فرنسا الرئيس ماكرون والآخرين يطالبون النظام الإيراني بقبول تحجيم المشروع الصاروخي صواريخ البالستي. زعزعة الأمن المنطقة. نعم. إذا كل هذه الأمور هي يعني وضع النظام الإيراني أمام حالة على الأرض. أستاذ موسى، على الأرض هناك تقارير صحفية، نعم على الأرض هناك تقارير صحفية تقول بأن إيران ستدفع أدواتها إلى مهاجمة المصالح الأمريكية في المناطق الموجودة فيها، هل برأيك سنرى بوادر صراع جديد بين أمريكا وميليشيات إيران سواء في العراق وسوريا؟ أستاذ موسى تسمعني؟ أنا أسمعك. نعم أعيد السؤال، على الأرض هناك تقارير صحفية بأن هناك يعني من المحتمل أن تكون استهدافات من قبل أذرع إيران في المنطقة للمصالح الأمريكية سواء كانت في العراق أو سوريا، هل أنت مع هذا مع هذه التقارير الصحفية؟ معذرة كنت أواجه انقطاع الخط، ممكن تعيد السؤال مرة أخرى؟ رجاء أعيد السؤال، هناك تقارير صحفية تتحدث عن أن إيران بأذرعها في المنطقة سوف تقوم بمهاجمة مصالح أمريكا سواء في العراق أو في سوريا، كيف تفسر هذه التقارير أو هل تتفق مع هذه التقارير؟ أنا لا أتفق أبدا مع هذه التقارير بسبب واحد، إن النظام الإيراني قبل انسحاب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق كان في وضع صعب، بسبب أولا بسبب الانتفاضة في داخل إيران والانتفاضة مطالبة وتسقط على النظام الإيراني بالكف عن تدخله خاصة في الشعب السوري، ويقول المواطنون اترك سوريا فكر في حالنا، ويقولون البوت لحزب الله لحزب الله، فيقولون بكل منفعهم لا يريدون التدخل. لذلك أولا فيما يتعلق بالانتفاضة الشعبية في إيران، وثانيا بسبب يعني حالة الاستنفار المجتمع الدولي و من بسبب اطلاق الصواريخ من قبل الحوثيين. الان النظام الايراني اذا يعني الان يفكر 1000 مره ويحاسب 1000 حساب لاي تدخل في اي مواد، لانه النظام ليس النظام الذي كان موجود قبل. نعم استاذ موسى، وصلت الفكره الاستاذ موسى افشار عضو لجنه الشؤون الخارجية للمجلس الوطني الإيراني، كنت معنا عبر سكايب ومن ثم عبر الهاتف من باريس، شكرا جزيلا لك.